بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان البراكي. النهاردة حبايبي أنا عاملة الفيديو دوت معاكم النهاردة، وزي ما شفنا على عنوان الفيديو اللي أنا شفت ليلة القدر وشفتها، ويعني أنا مبسوطة جدا جدا وسعيدة وأسعد إنسانة اللي أنا شفتها، وعشان كده أنا عملت معاكم الفيديو دوت النهاردة وأحكي لكم أنا شفت إيه. بس يعني قبل ما ابدا الفيديو واحكي لكم على اللي انا شفته، نبدا كده الفيديو. هنبداها بصوره القدر، وبعد كده ابدا بقى ايه احكي لكم انا شفت ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر. ليله القدر خير من الف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. أقول لكم بقى أنا شفت إيه. يعني ليلة 24 من رمضان، أنا شفت ليلة القدر في رؤية، فأنا هحكي لكم الرؤية اللي أنا شفتها، واللي عنده تفسير اللي انا هحكي لكم عليه دلوقتي، يعني يا ريت اللي هو برضو ايه يكتب لي تعليق ويقول لي التفسير اللي انا شفته ده هوت ايه. انا شفت بصراحه رؤيه جميله جدا جدا جدا، خلتني قمت من النوم كنت مبسوطه جدا بصراحه، وحبيت ان انا يعني اعمل الفيديو ده هوت معاكم النهارده، ويعني وادردش معاكم واقول لكم برضو ايه اللي انا شفتها في المنام، وشفتها يعني رؤيه جميله جدا جدا، وهنقول لكم بقى عليها. زي ما قلت لكم هي كانت في ليله 24 من رمضان. انا الاوضه اللي انا بقعد فيها يعني ايه هي على الشارع، فانا كنت قاعده في الاوضه، فبعد كده هوت بفتح البلكونه. كانت يعني ايه الرؤيه دي كنت انا شايفاها يعني من بعد الفجر كده هوت، يعني كانت الشمس ما طلعتش، كانت السماء صافيه زرقاء، كنت شايفاها بالشكل ده. فلما انا فتحت البلكونه فجنب في وش مننا على طول البيت اللي في وشنا على طول بيت، جنب البيت ده هوت السما بتبقى يعني السما كده بتبقى ايه جنب منه كده هوت، بتبقى يعني السما بشوفها جنب اتنين بيت، يعني لان في عندنا بيت عالي يعني في وشنا على طول، وهي بقى ايه شفتها بقى ايه شفت في السما بين البيتين دولت. شفت بقى ايه برواز كده هوت، يعني هو مش برواز متغلف بالازاز، هو عبارة يعني عن برواز ورق مربع. فاللي انا شفته بقى ايه اللي هو كان في السماء، وعليه بقى كلام في النص كده هوت كلمة الله، وحوالين كلمة الله في النص، وحواليها الله عز وجل، فكانت حوالين كلمة الله. فبعد كده هوت انا ما كنتش كنت في ذهول، وما كنتش مصدقه نفسي بصراحه اللي انا شفت كده هوت. وقت ساعتها اتصدمت، كنت في ذهول، وقلت لنفسي في الحلم يعني في الرؤيه قلت لنفسي كل ده علشاني انا، فكنت في ذهول ساعتها. فدخلت من البلكونه وقعدت على كرسي وانا عماله بدماغي، كنت مذهولة ساعتها. فلقيت بقى البرواز ده هو نزل من السماء، كان الكلام اللي جواه بلون الذهب، وحوالين الكلام الأرضية يعني الخلفية اللي هي ورا الكلام أبيض. فلقيت اللي هو نزل من السماء ودخل عندي الأوضة وعلى السجادة، يعني أنا دخلت وقعدت على الكرسي يعني، ولقيته اللي هو نزل على السجادة قدام مني، وقعد بقى ايه يعني بقى عامل زي كده زي موج البحر بقى عمال بيروح ويجي، نفس النظام ايه زي ورقة كده وبتتحرك ايه زي موج البحر كده هوت. فانا ساعتها كنت مذهولة جدا ساعتها وفي رهبة جامدة مش قادرة اوصف لكم يعني اللي انا كنت فيه.
بس كنت مبسوطة جدا جدا. وساعتها بقى ايه المفروض اللي انا خلاص عرفت اللي انا في الرؤية، كانت الرؤية دي بنية ليلة القدر، فانا عرفت اللي ساعتها اللي ديت ليلة الايه ليلة القدر. فساعتها انا دعيت، قعدت ادعي ادعيه، ف مش هقول لكم بقى انا دعيت بايه لان حاجه بيني وبين ربنا، بس انا دعيت على اللي انا بتمناه وربنا يحققه لي يا رب. بعد ما خلصت ادعيه كل ده هوت، والبرواز عمال بيتحرك كده اللي هو الكلام اللي جواه يعني بقى بيتحرك كده قدام مني زي موج البحر. فبعد ما خلصت الادعيه جيت قدام منه ورحت بقى ايه وسجدت ركعتين شكر لله، وحمدت رب يعني حمدت ربنا اللي انا شفت ليلة القدر، وسجدت ركعتين لله. وبعديها لما قمت كده هوت من على الارض، فلقيت البرواز ده هوت بدأ اللي هو يطلع من قدام مني واحدة واحدة. وبعد كده هوت بدأ انا بحكي لكم وشعري عمال بيقشعر جسمي، لان الرؤية بصراحة يعني جميلة جدا جدا. فلقيت اللي هو بدأ اللي هو يطلع تاني، وبدأ اللي هو ايه راح بقى ايه طلع في السماء. ف بعديها بقى ايه انا دخلت بقى ايه بقول لاولادي، لان هم كانوا اولادي وجوزي في الرؤية بقى، فبقول لهم ايه بقول لهم مش انا شفت ليلة القدر، انا اللي انا بقى حكيت لكم عليه ده هو كنت انا بحكي لهم ايه عليه في الحلم يعني. فهم ما شافوش حاجة وما سمعوش حتى الادعية اللي انا كنت بقولها وما حسوش بيا. فهم كانوا يعني ايه لما انا حكيت لهم يعني مش عارفه يعني انا شفت الرؤيه، وفي جوه الرؤيه كنت عماله بحكي اللي انا شفت ايه شفت ليله القدر بقول لهم عليها يعني. فحكيت لهم كل اللي انا ايه اللي انا قلته لكم ايه دلوقتي يعني. فلما قمت من النوم بقى وكده خلاص انا كده يعني قمت من النوم كنت مبسوطه جدا، وخلاص اللي انا ايه اللي انا شفته دوت كان بايه يعني شفت ليله القدر، ودعيت الادعيه اللي انا تمنيتها ودعيتها، وربنا يا رب يتقبل مني يا رب. ولما قمت من النوم صليت ركعتين شكر لله على اللي انا شفته، وبحمد ربنا اللي انا شفت الرؤيه الجميله ديت، يعني بصراحه رؤيه جميله جدا جدا. عشان كده انا حبيت ان انا اعمل معاكم الفيديو ده هو، واقول لكم على انا ايه على انا شفته. ولو حد يعني عنده تفسير في اللي انا شفته ده هو يعني يا ريت اللي هو يكتب لي تعليق ويقول لي يعني ويقول لي على التفسير الرؤيه اللي انا شفتها ديت. بس كده حبيت هنا حبايبي حبيت ان انا اوريكم المكان اللي انا شفتها فيه. زي ما احنا شايفين كده ده البيت اللي هو في وشنا البيت العالي. شايفين المكان الفاضي ده هوت، شفت فيه يعني البرواز كده اللي انا يعني حكيت لكم عليه شفته في المكان ده كده. وبعد كده هوت بقى ايه زي ما قلت لكم يعني في الرؤية اللي هو بقى يعني زي ما حكيت لكم بالظبط. فحبيت بس ان انا قبل ما انهي الفيديو اوريكم ايه المكان كده ايه على الطبيعه كده اهوت. والحمد لله والشكر لله احمدك واشكرك يا رب، وربنا يتقبل مني الادعيه اللي انا دعيت. امين يا رب العالمين. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.